ازيك يا قبل سلوى؟ ازيك مبسوطه؟ الست اصيله بتقولك ما يجراش حاجه يعني لو سالتي عليها. هي عرفت؟ هي عارفه من اول يوم شفتها فيه. انا ما قلتلهاش على حاجه خالص، بس اكيد يعني رجب الفرخ لما شافك في التاكسي المره اللي فاتت راح قالها. طب هو انت خلصتي كتابه ولا لسه؟ خير، في حاجه؟ كنت عايزاكي في موضوع كده. ما تتكلمي. لا لما تخلصي، انا عايزاكي رايقه ومش زعلانه مني. يبقى تتكلمي دلوقتي. انا ماشي، لقيت سكن تاني. ربنا يوفقك. انت زعلانه مني في حاجه؟ لا مش زعلانه، مبسوطه. انت برا الموضوع والحمد لله ان كل حاجه وضحت. انا عارفه ان انت كرهتي عشان عارف واحده زي، صح؟ انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. طب ما انت عارفه ان انا جاهله وشوارعي. ايه بقى اللي زعلك لما زبالي يشيل صفيحه زباله فوق دماغه؟ انت اللي مصره تكوني صفيحه زباله. انا حاولت اخليكي تشوفي نفسك انضف من كده، لكن للاسف طلعت رخيصه زياده عن اللزوم. انا رضيت اكون رخيصه ولا ان انا اكدب عليكي مره؟ ليه هربت من المخزن؟ مكنتش اقدر اعيش زي حته اللحمه كلك لابس سكك عماله تنهش فيها. وبعدين طب ما هو عاطف اكيد عارف بنات وستات تانية. عاطف ده موضوع انتهى من قبل ما يبتدي، حتى من قبل ما اعرف حكايتك، وانا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. عموما مش ده المهم. المهم انت ماشيه ليه؟ عشان صبية العلمة بقت رقصة رسم وجنسي بل بقية البنات. عندك حق. على كده يعني هتسكني في شقة لوحدك؟ هي صغيرة بس تسعنا احنا الاتنين. أمرك غريب والله. يا مبسوطة لما الرقاصة ما ينفعش تسكن مع طالبات. أكيد يعني الصحفية لما تروح تسكن مع رقاصة النتيجة هتبقى واحدة. على العموم ربنا يوفقك، وإذا كنت طلعت رخيصة بسبب الظروف الصعبة حاولي ما تبقيش رخيصة في الظروف السهلة. وبقى خلينا نشوفك. عارف يا عاطف الإعلانات اللي في الشوارع؟ أهي البلد عاملة زيها بالظبط، فيها اللي بينور ويطفي، فيها اللي منور على طول، فيها اللي مطفي على طول. إيه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو إيه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك أنت كمان. أنا؟ أيوة أنت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير وإجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ متبقاش أهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جاية دي كلها شخلعة وفهلوة وخفة يد كمان، وأنا وأنت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي. أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت حبتيني مش كده؟ أنت مغفل؟ أحبك إزاي وتحبني إزاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج. بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. حضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف انا قريت الجوع اللي انت فيه من نظراتك ليا اول مره شفتك. يا استاذه انا جعان كل حاجه في الدنيا، عشان كده واحده واحده عليا شويه.
ماشي. انت رايحة على فين يا أستاذة؟ بحب أمشي في الشوارع بالليل وهي فاضية، بعرف أفكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ إن احنا نشتري رخصة. وفي حاجات للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. ازيك يا سمسمة؟ ايه مش فاكراني؟ لا مش فاكرة، ما انت عارف بيمر عليا كتير. هو انا عقلي دفتر؟ عندك حق، انا كمان غبتي طولت حبتين. حسوبك يا ابو قرن، افتكرتيني يا سمسمة. كفارة يا ابو قرن، احمد ربنا ان الراجل ما ماتش. ايه لسه سيرة رجب الفرخ بتجننك؟ الله يكسفك يا بعيدة، وليا زي الحداية صحيح. طيرتي مفعول الحقنة قبل ما يجري بجدتي. تعال اقفل الباب. أنا مش قلتلك أول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا أستاذة. دي واحدة من شققي اللي بأجرهم مفروش. تعال. إيه؟ إيه؟ مالك؟ ماليش، أنا كويس. طب اطفي النور وتعال. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة. فتح أول واحدة لقاها مدودة، راح رميها. فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة، راح رميها. وبعدين راح طفي الشمعة وجري التالتة. يا ابن المعفنة بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلاً. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. لو سمحت، مش دي الطياره اللي جايه من السعوديه؟ ايوه يا حاج. الله، هما ما طلعوش ليه؟ هيطلعوا ان شاء الله. اصبر يا ام عاطف، ساعات الشنط بتتاخر يا ماما.
يا عتبة. عتبة؟ انت نوره؟ يوه جرى لك ايه ياما؟ مش عارفاني ايه وانا نوره؟ هعرفك ازاي وانت عامله في نفسك كده؟ فين جوزك؟ الشيخ معتمد. تعال سلم يا شيخ معتمد. انا بقول نسلم في الوسع عشان لا نعطل الطريق. خلاص هما وصلوا بالسلامه، نسلم في الوسع. مش عارفه ليه بس تعبت نفسكم.